إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وحول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما زال حديثنا موصولا في سلسلة الرقائق الإيمانية، وتحدثنا في درس الأمس عن سورة الفاتحة والمعاني العظيمة التي تضمنتها أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى كما جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. واليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى خير ختام لهذه السلسلة، لسلسلة الرقائق الإيمانية، أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر من خلال المعاني الموجودة أو المتضمنة في سورة العصر. فالله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين التناصح فيما بينهم، بأن ينصح كل منهم أخاه ويرشده إلى الخير ويدله على طريق تحصيله ويعينه عليه، وأن يذكره بأمور وحقائق وقواعد مرت عليه سابقا لكنه قد يغفل عنها أو ينساها في زحمة الحياة وكثرة الشواغل، وأن يوصيه بالحق وبالصبر عليه مهما كانت صعوبته ومهما كانت مشقة طريقه ومهما كانت تكاليفه. ولقد جاءت بعض هذه الحقائق في سورة هي من أقصر سور القرآن، سورة العصر. الله سبحانه وتعالى يقول فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله سبحانه وتعالى يقسم في هذه السورة بالعصر، والعصر هو الزمان والدهر. وأساس معنى العصر هو ضغط شيء حتى يتحلم، تقول عصرت الثوب، وذلك عندما تضغط عليه ليخرج منه الماء. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى السحب معصرات، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وكأن هذه السحب المحملة بالماء تعصر عصرا ويضغط عليها فيخرج الماء منها وينزل ثجاجا مصبوبا. وإذا كان عصر الشيء هو الضغط عليه لإخراج ما فيه، فإن زمان الناس وعمرهم عصر، لأنه يجب عليهم أن يعصروه عصرا ويضغطوا عليه ضغطا ليحسنوا الاستفادة منه واستخراج منافعه وفوائده. وعمر الفرد هو عصره الخاص به الذي يجب عليه أن يعصره ويحسن استغلاله ومعايشته. فالإنسان لابد وأن يعصر عمره عصرا، وأن يضغط عليه ضغطا، وأن يجاهد نفسه حتى لا يضيع منه العمر، فإنه إن لم يحسن الاستفادة منه فسوف يندم على ضياعه. الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر والزمان على أن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل الناس يخسرون إلا المؤمنون الصالحون، يخسرون عصرهم وعمرهم وزمانهم، لأنهم يضيعون هذا العمر سدى، ولا يحسنون الاستفادة منه، ولا يحسنون الانتفاع بما فيه من ساعات وأيام وشهور وأعوام. أما الذين لا يخسرون عصرهم وعمرهم هم المؤمنون الصالحون الذين يعملون الصالحات ويتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. ذكرت سورة العصر أربع صفات لهؤلاء المؤمنين الفائزين الرابحين الذين أحسنوا عصر أعمالهم وأوقاتهم، وهي صفات مقصودة وترتيبها في السورة مقصود أيضا. الله سبحانه وتعالى بدأ بالذين آمنوا. لماذا بدأ الله سبحانه وتعالى بالإيمان؟ بدأ الله سبحانه وتعالى بالإيمان لأنه الأساس، الأساس المحرك الدافع الباعث على الانتفاع بالعمر وبرمجة الوقت. والإيمان هو الزاد الذي يزود المؤمن بما يحتاجه للاستفادة من عمره والسير في طريقه، كما أنه هو الشرط لقبول الأعمال الصالحة عند الله. فإذا لم تصدر هذه الأعمال عن الإيمان ولم تنتج عنه كانت مردودة على صاحبها. الله سبحانه وتعالى يقول: إلا الذين آمنوا. الصفة الثانية: وعملوا الصالحات. فذكر عمل الصالحات بعد الإيمان لأن العمل الصالح ثمر للإيمان، وهذه الصالحات عامة كثيرة تشمل جميع مجالات الحياة الصالحة وجميع صور وألوان المنافع والطيبات، وتستوعب كل سنوات عمر المؤمن من حين تكليفه إلى حين وفاته. وهذه الصالحات هي نتاج عصر المؤمن لعمره وضغطه على سنواته وأيامه وساعاته، فهو عندما يعصر يومه ويخرج منه هذه الصالحات يفيد الآخرين ويربح عمره. هذه الصالحات، الأعمال الصالحة الناتجة عن عصر المؤمن
لعصره وأيامه أشبه ما تكون بالماء الثجاج المصبوب النافع النازل من السحب المعصرات عندما تعصر عصره، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وتواصوا بالحق، هذه الصفة الثالثة للمؤمنين الفائزين، وهي أنهم يتواصون بالحق. الحق هو الإسلام المتمثل في القرآن وفي السنة وفهم سلف الأمة وما تفرع عن ذلك من حقول العلم وميادين الثقافة الإسلامية كالعقيدة والتفسير والحديث والفقه والسيرة والتاريخ والتزكية واللغة والأدب وغير ذلك. الحق هو الحقائق اليقينية الثابتة الهادية المستمدة من الإسلام وأصوله والتي لا يجوز الخروج عليها أو مخالفتها. التواصي بالحق لا يكون إلا بعد العلم بالحق ومعرفة أنه حق، ولذلك هم يعلمون هذا الحق ويستوعبونه قبل أن يتواصوا به. وبعد العلم بالحق يأتي التواصي به، والتواصي عملية مشتركة من طرفين، لأن الألف حرف الألف يعني لأن الألف في تواصل ألف المفاعلة التي تدل على تفاعل الطرفين واشتراكهما في التواصل. الأصل أن يعرف كل مؤمن الحق ويعلمه وأن يلتزم به ويعمل الصالحات، وإذا لقي أخاه العالم عالم بالحق وعامل به يتواصيان به فيوصي كل أخاه بذلك الحق. والتواصي بينهما بالحق يشير إلى مدارستهما الحق وتذكرهما لحقائقه، ولذلك علينا إحياء مجالس العلم في المساجد والبيوت والمؤسسات، نتذاكر العلم ونتدارس الحق ونتواصى به حتى لا ننساه. وتواصوا بالصبر هي الصفة الرابعة للمؤمنين المذكورة في هذه الصورة، هي أنهم يتواصون بالصبر. وأيضا هذا الأمر اللي هو التواصي بالصبر خطوة مبنية على ما قبلها، فبعد العلم بالحق يأتي التواصي بالصبر للصبر على هذا الحق الذي يثبتون عليه. التواصي بالصبر والثبات على الحق نظرا لأهمية ذلك، لأن طريق الحق شاق والالتزام به مكلف، والمؤمن يدفع الثمن غاليا باهظا، سواء ثمن استمرار السير المنضبط به أو ثمن مجاهدة النفس للثبات عليه أو ثمن الارتقاء إلى آفاقه السامية. وصفات المؤمنين الفائزين متناسقة للصفات التي ذكرت في سورة العصر: الإيمان كما قلنا أساس وشرط وزاد لعصر العمر وحسن استغلاله، الصالحات هي نتاج عصر العمر وثمرة الإيمان الباعث المحرك، التواصي بالحق تعلمه ومدارسته ومذاكرته والتناصح حوله، وحسن تصويب لمسيرة الحياة والأعمال الصالحة وحسن ردها إلى أصولها المتمثلة في حقائق الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. التواصي بالصبر تعاهد بين المؤمنين ومشارطة لاستمرار الارتقاء في عالم الفضائل. الذين يتصفون بهذه الصفات الأربعة هم الفائزون الرابحون، وغيرهم هم الخاسرون. وما هذه الرسالة إلا تطبيق عملي لحقائق سورة العصر، ودعوة إلى الاتصاف بصفات المؤمنين الفائزين فيها، فلنعصر أعمارنا ولنحسن الاستفادة من ساعات أيامنا، ولنكثر من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ولنجعله شعارا لنا في قطع مسيرة هذه الحياة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يتواصون بالحق والصبر، كما سأل سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا، وأن لا يدع لأحد منا ذنبا إلا غفره، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا مريضا إلا شفاه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.